بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الموفقية في الحياة بحاجة إلى أمور كثيرة، في طليعتها أمران رئيسيان، أحدهما الصبر والثاني أن يغفر الإنسان ويتجاوز الآخرين ويتحملهم، بمعنى أن يتحملهم. القرآن الكريم يشير إلى أن هذين الأمرين بحاجة إلى عزم، ولعله من النادر في موضوع واحد التأكيد بهذه المثابة. ولمن، هذا اللام لام التأكيد اختزال للقسم، إن، ولمن صبر وغفر، إن تأكيد ذلك أيضا يؤتى بها في هذا المكان، في علوم البلاغة يذكرون للتأكيد أيضا إعادة وتكرار لام القسم لمن عزم الأمور. إذا الإنسان عزم يوفق للصبر ولغفر، صبر وغفر، يوفق كل بمقدار عزمه على مرتبة عزمه، والعزم مراتب. الموفقية الكبيرة بحاجة إلى عزم شديد، والموفقية أكبر من ذلك بحاجة إلى عزم أشد وأقوى. لكن المهم أن السبب الأساس في العزم، وقد ورد في الآثار المروية عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما نظم في الشعر المعروف: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، يعني على قدر عزم أهل العزم تكون العزائم. والعبر في التاريخ في هذا المجال ليست بالقليل. ينقل في تاريخ أحد العلماء الموفقين أنه ذات مرة وقعت بيده رسالة من أحد زملائه إلى زميل آخر، والرسالة كانت مركزة ضد ذلك العالم، ومتضمنة لأكاذيب
والتهم بالنسبة لذلك العالم. العالم قرأ الرسالة ولكنه لم يظهر أنه رأى مثل هذه الرسالة، وعن طريقه بعثها إلى من أرسلت الرسالة له، ولم يذكر لمن كتب الرسالة ولمن أرسلت له الرسالة أنه اطلع على هذه الرسالة. وإلى أن مات الطرفان الذي كتب الرسالة التي تحتوي على تهم بالنسبة إلى هذا العالم، وذلك الذي أرسلت الرسالة إليه، ودارت الأمور، وصاحب الرسالة من كتب الرسالة أمور حياتية عظيمة لكاتب الرسالة تعلقت بيد العالم الذي صاحب الرسالة اتهمه فيها، ولكنه قام بحوائج ذلك الشخص وترتيب أموره من دون أن يبدي له أي شيء. هذا ممكن؟ نعم ممكن، بحاجة إلى صبر، وبحاجة إلى أن يغفر وأن يتجاوز عمن يصنع مثل هذا الصنيع. والله سبحانه وتعالى يمتحن ويختبر عباده، وبمقدار ما وفقوا في الامتحان يوفقهم في الدرجات في الدنيا والآخرة. الإنسان موجود عجيب، الله سبحانه وتعالى المقتضيات التي تصل بالإنسان باختياره إلى أرفع الدرجات، طبعا تحت درجات العصمة التي هي خاصة بأفراد معينين، يمكن أن يحلق الإنسان إلى تلك الدرجات الرفيعة. ونفس هذه الإنسان الله سبحانه وتعالى خلق فيها مقتضيات يمكنه باختياره أن ينزل إلى المستويات التي لا يمكن أن ينزل إليها أي وحش أو أي موجود آخر من الموجودات غير الإنسان. الذين حلقوا في سماء الأخلاق، في سماء الفضيلة، والذين نزلوا إلى أحط المنازل من البشر من الإنسان. وكثيرا ما لا أحيانا نجد في سلالة واحدة النموذجين، أحيانا جد رفيع في مستوى رفيع من الفضيلة، وأب كذلك، وابن أو حفيد أو سبط بالعكس. وأحيانا يكون السبط والحفيد رفيعا، والجد والأب وضيعا.
ونحن في حولنا ممن نعرف، إذا ندقق في السلالات نجد النموذجين. كشاجم أحد الأفاضل من العلماء المعروفين، هذه الحروف الكاف والشين والألف والجيم والميم، هذه الحروف اختزال لفضائل هذا الشخص. كان كاتبا، شاعرا، أديبا. والجيم والميم أيضا إشارتان إلى فضيلتين أخريين. هذا حفيد للسندي ابن شاهك لعنه الله كما ورد في التاريخ. السندي ابن شاهك الذي كان الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليهما سجينا عنده في آخر سجونه صلوات الله عليه وأشد سجونه، الذي لقي في ذلك السجن الأخير أنواعا عديدة من التعذيب القاسي من هذا الظالم السندي ابن شاهك. حفيده يكون عالما من علماء المؤمنين فاضلا رفيعا. وأحيانا بالعكس يكون. نبي الله نوح على نبينا وآله عليه السلام يكون ابنه، هكذا كما هو مذكور في القرآن الكريم وفي الأحاديث المأثورة وفي التواريخ. المهم أن الإنسان يعتبر من الطرفين عبرة في مجال الموفقية في الصعود، تعلما وعبرة بترك النزول إلى الهاوية. هذا بحاجة إلى صبر، صبر وغفر. الصبر وحده لا يكفي في هالمجال، غفر وحده أيضا لا يكفي، وكلاهما بحاجة إلى عزم. إذا الإنسان عزم يوفق أكيدا. نعم ممكن أن يعزم رتبة رفيعة ولا يصل إلى تلك الرفعة الذي عزمها، أما يقرب منها. المهم أن الإنسان يكون عزوم في حياته، وإلا لا يوفق الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعزم على جميع الفضائل حتى نوفق توفيقا أكثر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.